عينها مرايات مليانة بحاجات بينا وبينها أسرار مخبينها ونفسنا ما عندنا وما حدش ضامنها أسرار مخبينها مرايات مليانة بحاجات بينا وبينها أسرار مخبينها ونفسنا ما عندنا وما حدش ضامنها ولكل واحد فينا كلمة سر بيداري بيها اللي محدش يعرفه الماضي مهما يقولوا عدى مستمر ما سابش حد فينا إلا حرما يا هانم جمعا يا عيشة. معقول حكاية الهانم الكبيرة لسه مأثرة فيكي لغاية دلوقتي؟ انت مفخومة من العياط. تعالي يا عيشة تعالي تعالي اقعدي. شفتها في المستشفى، شفت في عينيها الموت وهي بتعافر معاه بنص ضحك ملهاش صوت، خايفة قلبي انخلع من جواها، حسيت قد ايه هي موجوعه.
ربنا كبير وقادر على كل شيء. بس احنا صغيرين، صغيرين قوي. احنا فاكرين احنا مالكين الدنيا وما فيها، واحنا ابدا مرميين في حتة كده، ملناش غير نفسين، بناخد نفس ومش ضامنين التاني. ياه، انت مال كلامك عجز كده ليه؟ انت لسه صغيرة يا بنتي. اصغر مني وراحوا في غمضة عيننا. هي مش بالسن يا عيشة، هو القضاء لما بيجي بيفرق معاه صغير ولا كبير. انا عندي سؤال محشور في زوري من ساعة ما جيت. اسألي. انت مالكيش حد ولا اهل ولا اخوات ولا جاية ليه يا عيشة؟ عايزة حاجة؟ انت سألت مني انا قلت حاجة غلط؟ خلصي يا عيشة قولي، عايزة حاجة؟ لا مفيش، انا قلقت وقلت اسأل احضر عشا. هو البير رجع؟ لسه. خلص لما يجي اسألي. انا ما كانش قصدي ان ده حضرتك. قفلي الباب وراك، انا عايزة انام، عايزة الحق انام لي شوية. اتفضلي. ها ده بيتك؟ ايوه. ما قلتليش ليه؟ هتعرفي دلوقتي. تعالي اتفضلي، ولا خايفة؟ ده نعيمة، ده نعيمة. بقول لك ايه، اوعى تطلع متجوز تبقى ليلتك سودة، انا مش ناقصة. يا ستي ما تخافيش، انت خايفة من ايه؟ ايوه يا دكتور. مالك صاحية؟ ايوه صاحية، انا خرجتها من الأوضة بالعافية. طب تمام، روحي انت. تعالي اتفضلي. مين مالك؟ هتعرفي دلوقتي، تعالي بس تعالي. نو نو نو. اتفضلي يا سيدي. مالك؟ بنتي احلى حاجه موجوده في حياتي. ايه ده يا ندى؟ انت لسه صاحيه؟ مش جايه لي نوم. حبيبتي انت بتقولي عندك رحله بكره، حاولي تنامي شويه. هنام شويه كده. هو بابي جه؟ لا. مامي انتوا هتفضلوا لحد امتى زعلانين كده؟ احنا مش زعلانين، دي خلافات عادي يعني. مامي هو انت بتحبي بابي؟ ممكن مالكيش دعوه بالحاجات دي؟ ازاي حد ممكن يتجوز حد ما بيحبوش؟ ندى ممكن ما تتكلميش في الحاجات دي؟ مامي انا سمعتكم امبارح وانتوا بتتخانقوا، بس ده ما يمنعش انكم. ندى كلمة تانية هحرمك من الرحلة. مش مهم الرحلة، المهم انتوا. نفسي احس انكم قريبين من بعض. انا مش فايقالك، اقفلي اللي انتي بتعمليه ده ونامي شوية. تصبحي على خير. شيماء طه، هدى الاتربي. بقول لك ايه، فاطمه السيد هيجي هناك، عايزاكي بقى تاخديه على البحر وتفتحي في حوارات، فاهمه؟ والا صاحبتك اللي انت فرحانه بيها دي هتخطفه منك. اسمعي مني. حرام عليكي يا سلمى، والله دي حتى جايباه عشان. بونجور، ازيكم يا بنات؟ بونجور. فين صافي؟ باباها رفض يطلعها الرحله. ليه؟ بيقول ان الرحلات حرام. حرام؟ طب يلا يلا يلا، فات بيت يلا. بونجور. بونجور. ازيك؟ صباح بيان. ازيك؟ يلا اتفضلي يا حبيبتي يلا. يلا يا بنات. بونجور يا بنات. بونجور. مبسوطين؟ لا مش مبسوطين، شكلهم نكد قوي. يلا ثانيه يا جماعه. يلا Thank you.
اسمه خالد نور، بيشتغل مذيع في الإذاعة، ومعاداه يقابلها في رحلة السخنة اللي لسه أنت ما تعرفش عنها حاجة. هتقولك إنها رحلة مدرسة، ولو مش مصدقني روح وراها وأنت تشوفه معاها هناك. بونجور مدام رحمة. اه بونجور، ايه ده انت جيت النهارده؟ قلت بقى اغير جو شويه كده. طب الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. خلاص كده؟ اه خلاص. يلا بينا. يلا حبيبي اتفضلي. انا بحب المكان ده قوي. المكان ده شافني في كل حالاتي. شافني وانا فرحانه وانا حزينه وانا بعيط وانا محتاره مش عارفه اعمل ايه. يا اول ما كلمتيني فكرت اني استنى لبكره واجي مع الكروب بتاعي، بس بصراحه يعني حسيت ان انا محتاج اجازه، فقلت يلا كنت واخد العربيه وجاي جري على هنا. طب كويس كويس. ادم في ايه يا مدام رحمة؟ اظن المره دي ما عندكيش كدبه تقنعيني بيها. ايه الكلام ده؟ انت خالد نور بتاع الاذاعه؟ ايوه. انا انت مين بقى؟ ده ادم جوزي. كان ممكن تسمعني؟ انت طالق. مدام رحمه. خدتيني يا سلمى، في ايه؟ يا بنتي في حوار احلى كتير من اللي انت عايشاه هنا، يلا قومي بسرعه. انتوا اسمعوا بس فاهمين في ايه اللي حصل. صاحبتك مدام رحمه جوزها قفشها مع حبيب قلبك خالد. خالد؟ ايه ده، في ناس سمعوه بيطلقها والرحله بقى مقلوبه. مستحيل. مدام رحمه بتعملي مع خالد؟ انت لسه هتسالي بقى وتستغربي وكده. يلا حبيبتي بقي شوفي من هناك، يلا شغلي فيت. اصبري طيب. ها ما كانش قصدي. هو ده جوزها؟ ايه ده شكله على اخره. يبقى اللي سمعناه صح. تعالوا جوه لما نشوفوا ايه اللي بيحصل. طب يلا بينا. مدام رحمة بجد انا مش عارفه اقول لك ايه، بس انت عارفه ان انا ماليش ذنب في كل اللي حصل. رحمة. ده رحمة استني طمنيني يا رحمة، قولي لي ايه اللي انا سمعته ده. مش حضرتك استاذ خالد المذيع؟ ايوه حضرتك كنت موجود وشفت اللي حصل؟ يعني كنت واقف. انا ماليش دعوه باللي حصل ده، بتساليني دلوقتي ليه؟ طيب جوزها جه واتخانق معاها وطلقها؟ معرفش. طيب هروح انا اشوف في ايه يا رحمه. ايه اللي حصل في ايه يا سلمى؟ انا مالي اصلا بكل الحوارات دي. هو صحيح جوزها شافكم مع بعض؟ حد يقول برضو شافكم مع بعض يا ندى؟ احنا كنا قاعدين عادي. معرفش انتوا بتكبروا الموضوع قوي كده ليه. سلمى هو ايه اللي حصل؟ هو فعلا جوز مدام رحمه اتخانق معاها؟ هو عادي ان انتوا كده في ثانيه كلكم اتلميتوا؟ في ايه؟ تعالوا هنحكي لكم على اللي حصل. انت ايه اللي جابك النهارده اصلا؟ مش معادك بكره انت والناس بتوعك؟ ندى انا مش ناقص حوارات دلوقتي، انا فعلا مكفيني اصلا، كفايه بقى. يا رحمه استني فهميني هو ايه اللي حصل؟ رحمه انا مش فاهمه حاجه. يا رحمه استني. رحمه افتحي قولي لي ايه اللي حصل؟ ما ظهرش النهارده خالص. ممكن سيادتك تكلمه في التليفون؟ انا كلمته 100 مره ما بيردش. ايه عنده مزاد ولا سافر فجاه ولا ايه؟ مش عارف والله يا ريس، هو متعود يكلمنا في التليفون الصبح حتى لو مش جاي. ماشي
لو ظهر بخليك يكلمني. حاضر يا ريس، تحت امرك، اتفضل. صباح الخير يا ريس. صباح الخير يا استاذي. ايه هو الاستاذ مش موجود ولا ايه؟ لا ما جاش النهارده والله. طب من فضلك سلموا الشغل ده. حاضر تحت امرك. طب اشرب حاجه. طب يا استاذ. لا ميرسي. سهر. سهر، هو انا شفاف ولا ايه؟ علي انا وانا مش بكلمك. انت عايز ايه؟ عايز اتكلم معاكي. انا اصلا كنت هجيلك، كويس ان احنا اتقابلنا الصدفه. ما كفاكش اللي عملته؟ وانت عايزاني اعمل ايه يعني؟ اشوفك معاه واسكت؟ هو عاوز ايه دلوقتي؟ عاوز تكمل خناق؟ لا، عايز اتكلم معاكي. في حاجات مهمه لازم اقولها لك. معلش، مش فاضيه. هي ربع ساعه بالظبط. لو سمحتي. ماما ما ينفعش تسيبها كده. أنا قلقانة عليها جدا. مفيش حل غير إن حضرتك تفتح الباب بالماستر كي. أنا خايفة تكون عملت في نفسها حاجة. استني بس، استني، نحاول مرة تانية قبل ما نفتح عليها. ما أنا بقالي أكتر من ساعتين بحاول ومفيش فايدة. معلش نايمة ولا حاجة؟ طب حضرتك جرب كده. شفت؟ أهي ما بتفتحش. لو سمحت بقى افتح الباب. في إيه؟ رحمة أنت كويسة؟ إحنا كنا بنحاول إن أنا تمام. نص ساعة وهبقى جاهزة. ايوه يا رحمه، اصل انت يعني كنت رانيا. بقولك انا كويسه، ممكن تجمعي البنات من فضلك؟ اوكي زي ما تحبي. احنا اسفين يا فندم، اصل الاستاذه كانت. حصل خير. شكرا. ميرسي على اهتمامك. شكرا. الموضوع المهم اللي انت عايزني علشانه؟ لا مش هو ده، بس عايز اعرف انت ازاي عرفتي ان سماح كانت عند رحمه. انا ما عرفتش، ما كانتش عندي المعلومه، بس انا عارفه رحمه كويس. يعني انت لما قلتيلي مش عارفه ان هي واخده عندها؟ انا هعرف منين؟ لو قلت يمكن قالت لي كل حاجه. رحمه ما بتقولش حاجه لحد، بس لما سماح جات لي انا فهمت ان رحمه ورا كل الحكايه. سنة غريبة أوي، أنا مش قادر أفهمها لحد دلوقتي. هي بتعمل كده ليه؟ على فكرة ممكن تبقي أنت المقصودة مش أنا، خصوصاً الفترة اللي فاتت أنتوا مش كويسين مع بعض. أنا مقصودة وأنت مقصود ومراتك كمان مقصودة. ليه إن شاء الله؟ أنا وسامح مالنا إيه؟ مفيش حد في الدنيا ما عندوش سبب يخليه يكره بيه اللي قدامه. ورحمة بتحب أوي تعيش دور الوصي على غيرها، وفاكرة نفسها فوق الدنيا، وده اللي بيديها الحق تعمل كل اللي هي بتعمله ده. أنا طول عمري بقول عليها شطانة،
وانت مش ملاك ولا مراتك ولا انا، كلنا نفوس ضعيفه ماشيه على رجلين بنحلل لنفسنا اللي بنحرمه على غيرنا. انت تخون مراتك وتستغرب قوي انها عايزه تمشي، وهي تهملك وتستكتر قوي انك تعرف واحده عليها، وانا اسرقك منها بورقه عرفي وازعل قوي لما تيجي تتخانق معايا. كلنا بنلف في نفس الدايره. والله الدكتور بتاعك بقى جاي ينقذك من كل اللي انت فيه ده، صح؟ عمرك ما هتتغير ابدا. راح فين؟ انت مش خلصت كلامك المهم؟ وانت لسه ما جاوبتيش عليا. اجاوب على ايه؟ بتعملي ايه مع الزفت ده؟ هتجوزه. بدري وانا عايز اجيلك، بس بصراحه يعني كنت خايف. خايف من ايه؟ هو اللي حصل ده برضه مش طبيعي يعني. عادي جدا، بتحصل مع كل الناس على فكره يعني. عمرك ما شفت واحده بتطلق؟ عامه انا اسف لو كنت سبب في اللي حصل ده، مع اني والله ماليش ذنب فيه. انت ولا غيرك، النتيجه واحده مش هتفرق. طيب ممكن اول ما ارجع مصر اروح لاستاذ ادم واتكلم معاه وافهمه انه لا لا لا، الموضوع ده خلص خلاص. انا عايزاك بقى تبتدي تفكر هتسجل ايه في ريبورتاج الرحله زي ما اتفقنا. طيب عامه انا اسف مره ثانيه لو كنت دخلت في حياتك. خالص، بعد اذنك. خالد ما تزعلش مني، انت اكيد مقدر اللي انا فيه. اكيد، واكيد برضو مش زعلان. ميرسي، بعد اذنك. أنا قلت لك إنها مش سهلة، مفيش دخان من غير نار يا ندى. أهلا، إيه المفاجأة الحلوة دي؟ أنا مش جايانك، أنا جاي الملك. يا ستي واحد، اتفضلي. طب هي صاحية؟ صح. طب كويس أوي، عايزة أديها الهدية اللي بقالي ساعة بنقي فيها، روح أعمل لي قهوة، بحب البن الغامق. حاضر. سهر. أنا مبسوط أوي إنك ارتبطت بيها. انت مش متخيل نظرتها ليا دي عملت فيها ايه، رجعتني سنين لورا. وهي كمان استريحت لك جدا ومعطلني عنها. ده انت بايخ قوي، امشي يلا. اهلا وسهلا. ملوكة يا حبيبتي، ملوكة. انتي مش هتردي عليا المرة دي كمان؟ انا اسمي سهر، انتي ليه مش عايزة تتكلمي معايا؟ طب بصي انا جبتلك ايه؟ الله، دي حلوة قوي. ايه رأيك بقى؟ طب خلاص، انا مش عايزه اضايقك، ابقي اتفرجي انت عليها براحتك في اي وقت. كانش ينفع اقول لك اول ما عرفتك، كنت عايزك تشوفيها الاول. ملك وهي بتتولد حصل لها مشكلة، ساعتها الدكاترة طمنونا وقالوا إن الحالة هتتحسن بس ببطء، بس للأسف بقى الحالة اتأخرت كتير بعد ما مامتها توفت. فجأة اختارت إنها تسكت وتعيش جوه نفسها، هي دي بالظبط الحالة اللي هي فيها. مش عارفة المفروض أزعل عليها ولا أحسدها. مين فينا ما بيتمناش يهرب من الدنيا والناس كلها ويرجع يعيش جوه نفسه؟ بس عارفه ايه اللي مستغرب له؟ انك ارتبطت بيها بسرعه قوي.
هتصدقني لو اقولك اني بحس انها بنتي، حتة مني، بس حتة لسه فيها روح، ما اتبهدلتش زي باقي الحتة. نفسي اخدها ونهرب، نعيش بعيد عن الدنيا والناس دي كلها. سبت انا البيت، رحت قعدت في اوتيل يومين ثلاثه كده لحد ما الدنيا تهدى، وعديت عليك في المعرض عشان تشوف لي صرفه في اللي انا فيه ولا اتكلمها ولا اي حاجه، بس ما لقيتكش. لو في وسط الهيصه دي كلها بقى اخبط لك في مين يا معلم؟ في زهر جرايه. انا بكلم نفسي ولا ايه؟ مالك انت فيك ايه؟ شكلك مش مظبوط يا الست اللي بتجيلك في الاحلام دي، رجعت تيجي تاني ولا ايه؟ طب المهم انا جالك في موضوع عايز اخد رايك فيه، بس الاول مراتك هنا؟ كويس. بصراحه انا قدام الرحمه قوي، انت عارف انها كانت مخبيه سماح عندها؟ عندها فين؟ في بيت اهلها القديم. ومين قال لك الكلام ده؟ سماح اللي قالت لي. المشكله ان انا جيت لها هنا وسألتها بنفسي وأنكرت. أنا مش عارف هي بتعمل كده ليه. ما تزعلش مني يا آدم، بس أنا لازم أقول لك برضه. وأنت بصراحة لازم تتكلم معاها. دي برضه مراتك، دي كانت هتخرب بيتي يا أخي. الكلام ده حصل إمتى؟ أول ما سمعت سابت البيت. حتى دي خبتها عني. أنا بصراحة مش عارف هي بتعمل كده ليه. أنا فكرت إني أروح أتكلم معاها. ما كنتش هتوصل معاها لحاجة، كانت لقيت لك مليون مبرر. ما انا عشان كده جيت لك انت، المفروض انت اللي تتكلم معاها، انت برضه جوزها. انا طلقتها يا شريف. نعم. ايه؟ ما سمعتنيش؟ لا سمعتك يا ادم، بس بصراحة انا مش مصدق. انا اللي اعرفه ان انت بتموت فيها. لما شفتها نازلة من عندك بصراحة شكيت فيك انت كمان، ولما سألتك هي جاية تعمل ايه هنا ومرضتش تقولي شكيت فيك اكتر، لحد ما قالت لي انها كانت جاية لك علشان مشكلة لتلميذة عندها في المدرسة، وانت اكدت لي الكلام ده. وقتها حسيت ان انا مريض وإن الشك جوايا، لحد اللي حصل النهاردة. طيب انت ليه صدقت البنت اللي قالت لك ان مراتك بتخونك؟ ليه ما شكتش فيها هي كمان؟ البنت دي هي الشبح اللي بيطاردني بقاله كتير، لحد ما عرفت. عرفت ايه؟ عرفت انها تعرف عني حاجات كتير قوي ما حدش يعرفها. زي ايه مثلا؟ طيب الحاجات دي ليها علاقه بالكابوس؟ يعني مش قوي. استاذ ادم انت لازم تكون صريح معايا عشان اعرف اعالجك، او على الاقل نحط ايدينا على المشكله اللي انت بتعاني منها. عايزني اقول لك ايه؟ ايه علاقه الست اللي بتجيلك في الكابوس بالخطأ اللي انت مش عايز تقوله لي؟ أياميها كنت عامل زي الصياد اللي رابي شباكه طول النهار، وهي كانت جميلة ومثيرة، قلت هي دي. Thank you.
صباح الخير يا فندم. صباح النور. من فضلك بكام ده؟ القطعة دي يا فندم ممكن نعمل. مش للبيع يا فندم. يعني ايه مش للبيع؟ امال انتوا عارضينها ليه؟ مش على حلوة قوي. اه خسارة. في حاجات جوه هتعجب ستك جدا يا فندم. طيب خلينا ندخل ونشوف. اتفضلي. نورتينا يا فندم. ميرسي. رزق. ايه يا ريس؟ اسمع الكلام اللي هقوله لك ونفذه بالحرف. تحت امرك يا ريس. المفتاح. كان في حد عايز يطلع بس يا فندم. ايه دي؟ مين اللي جاب دي هنا؟ دي القطعة اللي عجبت حضرتك في الأول. يعني ايه؟ أنتوا مش قلتوا إنها مش للبيع؟ هي مش للبيع فعلا. بس ممكن تبقى هدية. مش فاهمة. اوه دي هدية المعرض لسيادتك. أنت مين؟ فوزات شهادة من الحناوي. في حب بي